أوضح للإخبارية وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي، أوضح أن المنتدى السعودي للمياه والكهرباء يعد من أهم المناسبات التي تنظم في قطاعي المياه والكهرباء، ويجتمع فيه العديد من المختصين والخبراء من مختلف الجنسيات. والمنتدى السعودي للمياه والكهرباء الذي ينظم لسنته 11 في المملكة وسنته 2 في الرياض، وهو في واقع الأمر من أهم المناسبات التي تنظم في قطاعي المياه والكهرباء. يجتمع له مختصون وخبراء من كافة دول العالم، وأيضا عارضون لعرض آخر المستجدات والتقنيات في قطاعي المياه والكهرباء.